وهذا مجرد أن الإنسان إذا صبر على الشيء أدرك مناله، وإذا مل وكسل فاته خير كثير. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. كثير من الناس يرى أن بداءته بهذا العمل مفيدة له فيبدأ، ثم لا يحصل له مقصوده بسرعة فيعجز ويكل ويترك. إذن ضاع عليه وقته الأول، أليس كذلك؟ ضاع عليه زمن، ربما يكون زمنا كثيرا. ولا يأمن أنه إذا عدل عن الأول ثم شرع في ثان أن يصيبه مثل ما أصابه الأول ويتركه ثم تمضي عليه حياته بلا فائدة. لكن إذا صبر مع كونه يعرف أنه ليس بينه وبين مرامه إلا امتداد الأيام فقط وليس هناك موجب لقطعه فليصبر. لنفرض أن إنسان من طلبة العلم هم أن يحفظ بلوغ المرام وشرع فيه واستمر، لكن لحقه الملل فعجز. المدة التي مضت نعم خسارة عليه، إلا ما يبقى في ذهنه أو في ذاكرته مما حفظ فقط وإلا راح. لكن لو استمر وأكمل حصل المقصود. وعلى هذا فقس، وهذا مجرد